أعزائي طلبة خامس إعدادي، وهذا الدرس عن الصفات المتبوعة بحروف الجر. إن بعض الصفات تتبع بحروف جر مثل اللغة العربية، نقول راض عن أو غاضب مع أو منزعج من أو متأكد من أو قلق حول إلى آخره من الصفات اللي متبوعة بحروف الجر. نأخذ مثلا الصفات المتبوعة بحرف الجر about، فنقول angry about something، غاضب بشأن شيء ما. هنا لاحظ ملاحظة، هنا قال something، هنا قال someone، مستخدم with. إذا هنا نقدر نعرف من تجي angry، نستخدم about إذا كان شيء غاضب بشأن شيء ما غير عاقل something. أما with angry with، حرف الجر with مع شخص ما، مثلا angry with أحمد، angry with his brother. أما أنا angry about يعني مشكلة معينة أو أي شيء غير عاقل، مثل ما راح نأخذ المثال فيما بعد. إذا نحفظها الأنجري تجي about عندما يكون شيء، وأنجري تجي يجي حرف الجر with عندما يكون شخص. annoyed about، annoyed منزعج، about أيضا هنا عندنا شيء، about annoyed about، annoyed with someone. إذا نفس الشيء هنا، about أيضا مع الأشياء و with مع الأشخاص. هنا عندنا excited الصفات المتبوعة ب with، angry with أخذناها، و annoyed with، bored قلق، bored يعني ملان أو ضجر أو ضايج من، with disappointed يعني خائب الأمل، with بشأن شيء ما، و pleased مسرور، وعدنا of afraid of خائف من، frightened of خائف من، jealous غيور of غيور، و proud فخور بي. وعدنا هنا ايضا interested دائما يجي ويا حرف الجر ان، interested مهتم او مولع او مستمتع ان. وعدنا different يتبع ب from، different from مختلف عن. وعدنا at، good at English جيد بالانجليزي، bad at Arabic مثلا. ناخذ الان هذا التمرين صفحة 14 في كتاب النشاط. عندنا بعض حروف الجر راح نستخدمها في هذا التمرين، about from with and of. Are you excited؟ احنا استخدمنا about the holidays، about بشأن العطلة، هل انت متحمس للعطلة؟ I was really pleased، أنا مسرور جدا، with my present يعني pleased مسرور بهداياي، الهدايا. I'm sorry about the mess in this room، آسف بشأن الفوضى في هذه الغرفة، sorry about. ليلى looks ill، ليلى تبدو مريضة. I'm worried، أنا قلق، about her بشأنها، أنا قلق بشأنها. عندنا we've been watching TV for an hour، يعني صار لنا نشاهد تلفزيون لمدة ساعة. I'm bored with it، أنا ضجر أو ضايج with it، ضايج بسببه بسبب التلفزيون. Are you afraid of a snake؟ Afraid of، خائف من الأفاعي. Was she angry about the letter؟ Was she angry about the letter؟ هل هي قلقة بشأن الرسالة؟ وعدنا هنا you shouldn't be jealous of Ammar، يجب أن لا تكون غيورا من of Ammar، of Ammar he has problems، وعنده مشاكل أيضا، لا تغار منه. I am not interested، قلنا دائما we are interested يجي حرف الجر in history، أنا غير مهتم بالتاريخ. But I like geography، أحب الجغرافيا. You are very different، أنت مختلف عن، different from your brother، عن أخوك. Aren't you؟ هذا سؤال daily question talk.
أليس كذلك؟ إذن نعرف كل صفة نحفظ شنو حرف الجر يجي وراها، وننتبه إلى الصفة angry الجملة السابعة. angry قلنا about، ما استخدمنا with شنو السبب؟ لأنه قلنا angry about يجي بعدها شيء، angry about، بينما with يستخدم مع الأشخاص. فقلنا angry about ونخلي شيء اللي هو angry about the letter، هل هي غاضبة بسبب الرسالة؟ فالرسالة غير عاقل، يعني شيء استخدمنا about.